سيب حضراتكم دلوقتي قبل الفاصل مع هذا التقرير اللي بيرصد جهد جبار بتقوم به وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي بصور غير مشروعة وضربات أمنية ممتازة عملتها وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية، ومنها للفاصل، وبعد الفاصل الحوار في آخر النهار. استمرار للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتقليد العملات النقدية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 تشكيلات عصابية بشمال سيناء والدقهلية والبحر الأحمر لقيام عناصرها بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء عقارات وأراضي وسيارات في محاولة لإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وفي الاتجاه ذاته تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة لقيامه بغسل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدرها وإصباغها بصبغة شرعية خلافا للحقيقة. وفي إطار مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 3 تشكيلات عصابية بسوهاج والمنيا لقيام عناصرها بتجميع مدخرات المصريين العاملين في الخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة الوطنية مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط الإجرامي طبقا للفحص المستندي 10 ملايين جنيه. الإدارة وفي إطار تصديها لجرائم توظيف الأموال تمكنت من ضبط 3 تشكيلات عصابية بالغربية والجيزة والمنيا والقاهرة لقيام عناصرها بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال التجارة والصناعة مقابل أرباح متفق عليها، إلا أنهم لم يتمكنوا من سداد الأرباح مبالغ المستولى عليها، حيث قاموا بالاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه تحت هذا الزعم. كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيام عناصره بتقليد العملات النقدية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تم ضبط الأدوات والمواد المستخدمة في عمليات التقليد. من جانبها نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على 2,300,000 جنيه من أحد المواطنين بزعم مشاركته في المدرسة ملكه خلافا للحقيقة.